لو عنا جماعة بطن كبير جدا وكرش متدلي وعنا ترهلات والعملية بايظة خالص، بشوف ناس كتير من أصحابي جايب لكم خلطة رهيبة، حرق دهون ونسف للكرش، حتى لو البطن متدلية هتروح وتختفي تماما في غضون أيام. شوفوا ركزوا معايا هنا، هذا إيش يا جماعة؟ هذا الدارسين أو القرفة، أي حاجة منها بناخد قطعة، قطعة صغيرة أو مطحون. وعندنا هنا هذا كمون، كمون مطحون بناخد نصف ملعقة بهذا الشكل. وعندنا هنا هذا الزنجبيل بناخد نصف ملعقة بهذا الشكل. يبقى حطينا كمون على حتة من القرفة على شوية زنجبيل وما نكترش، ومعاهم شايفين لسه قطفها من الشجرة، يا ريت نجيب الليمون يكون أخضر، نقطعها بهذا الشكل، ومش عايزين نعصرها، ممكن نحطها زي ما هي بس هنقطعها كده ونحطها بس، ونجيب المية اللي بتغلي ونعمل ايش؟ ونعمل كده بس. المشروب هذا جماعة أصبح عندنا دلوقتي ايش؟ بصوا نصف ليمونة يا ريت تكون خضراء وعليها حتة قرفة أو درسين ومعاها الكمون وايش؟ والزنجبيل. عايز تضيف شرش الزلوع ماشي قطعة صغيرة، عايز تضيف حبوب اللقاح أو تاخد حبوب اللقاح لوحده ربع ملعقة ماشي اللي هو البيبولين بتاع النحل، أو عايز تضيف شوية كركم، كركمين صغار ماشي، يعني لو الثلاثة هدول زيادة موجودين ما فيش عندنا مشاكل. بس يا فارس بصوا هنقلبه كده، والمفروض إن احنا نسيبه ونغطيه لغاية دقيقة أو اتنين بس، لغاية ما يتخمر مع بعضه لازم يتشرب سخن وبعدين نبدأ. بتشرب امتى؟ بسم الله طعمه ولا أروع. المشروب هذا يا جماعة المفروض ان احنا بقى نشربه بين الوجبات، مش هقولكم على معدة فاضية لما نصحى الصبح في ناس بيتعبها، لا انا فطرت اتغديت اتعشيت بين الوجبات بيكون عندنا 3-4 ساعات والمعدة فارغة نقدر نعمل هذا المشروب. هذا اول بند. البند الثاني شايفين التوم؟ التوم الجارليك بنيجي بين الوجبات، يعني اخذت هذا بين الافطار والغدا، باجي بين الغدا والعشاء عفوا نحلة كبيرة جدا، بنيجي نجيب فص توم درس توم واحد ونقشره من التوم الصغير البلدي هذا تمام، وناخده ونشرب عليه شوية مية بين الوجبات، يعني شربت هذا العصاري نيجي فترة بالليل برضو والمعدة فاضية بين الوجبات وناخد فص درس توم. يومي هتشوفوا بعد اسبوع بالكتير، يعني 5-6 ايام اسبوع بالكتير هتحسوا بتغير رهيب. هذا بيعمل ايش؟ بيحرق وبيطلع الدهون بنسبة كبيرة جدا من الجسم. هذه الوصفة يبقى فص التوم درس التوم بين الوجبات، والوقت الثاني من نفس اليوم الكمون على الليمون على الزنجبيل على القرفة، ونزود زي ما قلت لكم عندك شرش الزلوع عندك حبوب اللقاح عندك كركم نقدر نزود على حسب رغبتكم، عمية بتغلي ولازم يتشرب وهو سخن جدا وطعمه رهيب يا جماعة، حرق رهيب للدهون مفيش بطن. بصوا يعني أنا فلات خالص، هتبقوا زي بشوف إلي أصدقاء تلاقيه ممشوق وقوامه ما شاء الله وتلاقي كرشه أنا آسف يعني مدلدل وكبير جدا، وهذا شيء وحش يعني أنت حتى بتضايق بينك وبين نفسك. طيب هدول المشروبات، نيجي بعد كده بقى خلال نفس الأسبوع نعمل إيش؟ نبعد عن الفاست فود، نبعد عن التيكاوي، نبعد عن الكوليسترول الدهون، يعني أنت بتعمل حرق دهون وعايز تنسف الكرش والبطن، يبقى نعمل على إن إحنا المسببات، نقلل من حاجات كتير جدا زي الأكلات والحاجات هذه والدهون وكده، وهنشوف خلال أسبوع تغير رهيب. أحلى مسا عليكم. ونشوف هنا بصوا يا جماعة الزنجبيل ربع ونصف ملعقة، الكمون ربع ونصف ملعقة، الدارسين ناخد منه شوية صغار، ويا ريت الليمون يكون أخضر، واعملوه بين الوجبات على معدة فارغة، وباقي اليوم حتة من فص صغير من هذا نشرب عليه مية أو شوية عصير صغار، وتفرجوا خلال أسبوع ايش هيحصلكم. أحلى مسا عليكم، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية ونسف الكرش والبطن المتدلي في أيام قليلة ومن غير ما ندايت ولا نروح لدكتور ولا أي حاجة. والسلام ختام، السلام عليكم.